أخبار اليوم. أجب عن الأسئلة الآتية، يعني مطلوب منك تجاوب على الثلاثة دول. هنكتبهم كده: ألف أثبت أن نون زائد واحد قافره إلى نون قافره ناقص واحد يساوي نون زائد واحد على ر. ثانيا، لما أوجد قيمة 15 قاف 6 زائد 14 قاف 5 على 14 قاف 5 زائد 13 قاف 4. شوف رقم ألف الأول وبعدين نشوف رقم ب ورقم ج، أو ممكن ألف وب بس، وألف يجيبها فقرتين يا أولاد والب يبقى مسألة. نشوف تتحل ازاي. دي حتة كده نظري نسبتها خلاص صارت كنظرية تستخدم في حل المسألة اللي بعدها. وممكن لو فتح معاك شوية في السؤال يقول لك ومن ثم أو بأية طريقة أخرى، وبقى كده فتح مجال لاستخدامك الآلة وتجيب ديت وبسرعة. يشوف الطرف الأيمن يساوي يسمع نون زائد واحد قفره. معروف إن نون قفره قلنا نون لم ر على مضروب ر، أو بتساوي مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب الفرق بينهم. دي كده قلنا العلاقة بين التبادل والتوافيق. ولو عوضنا عن نون لام ر هنعوض عنها بمضروب نون على مضروب ر في مضروب الفرق. هنعوض عنها بمضروب نون على مضروب الفرق، وهذا مضروب ر تحت. نشوف كده مع بعض نطبق الكلام اللي قلناه هناك ده. اللي فوق اسمه نون زائد واحدة، يبقى مضروب نون زائد واحدة على مضروب ر مضروب الفرق نون زائد واحد ناقص ر، تبقى نون ناقص ر زائد الايه؟ الواحد. العلة هتبقى دي علة، لما بقسم بقلب الايه؟ الكسر. اللي ما يعرفش يمشي على مهله ويعملها علة وبعدين يقلب، يبقى في هي تحت، انا هبدا من تحت، يبقى هنا مضروب مين؟ نون. هنا يبقى مضروب ر ناقص واحد في مضروب الفرق نون ناقص ر زائد واحد. دي هي دي. ايهما اكبر، مضروب نون زائد واحد ولا مضروب نون؟ مضروب نون زائد واحد، يبقى ده اللي يتفك، يبقى نون زائد واحد في مضروب نون على ايهما اكبر، مضروب ر ولا مضروب ر ناقص واحد؟ مضروب ر، يبقى هنا ر في مضروب ر ناقص واحد في ادي مضروب ر ناقص واحد، وهنا مضروب النون. وادي الاختصارات بتاعتي، واضح هذه الجواب اللي انا عاوزه نون زائد واحد على ر اللي هو الطرف مين يا اولاد؟ الايسر. عمليه بسيطه قوي بس لازم نركز على القوانين. طيب عايزين بقى زي ما قلنا هنستخدم بقى دي. بص كده الصوره، نون زائد واحد قفره على نون قفره ناقص واحد، يعني دي النون هنا الدليل ده اكبر من ده بواحد، وهنا نون زائد واحد اكبر من نون بواحد. الجواب عندي اهو نون زائد واحد على ري اللي هم الكبار، اللي هم مين؟ كبار. يبقى المقدار يساوي، عشان استخدم اللي انا جبته ده انا هقسم البسط والمقام على 14 قف 5، يعني هنا هكتب 15 قف 6 على 14 قف 5 زائد 14 قف 5 على 14 قف 5 اللي هي بواحد، وهنا برضه واحد
زائد 13 كف 4 على 14 كف 5. يبقى عملنا ايه؟ قسمنا بسط مقام على 14 كف 5. النتيجة خلاص انا حفظتها بقى من هنا، كنا هناخد الكبار. هنا اهي 15 كف 6 على 14 كف كام؟ يبقى هناخد مين؟ 15. 15 على مين؟ على 6. وادي زائد 1. هنا 1 زائد، خلي بالك بقى من دي. الكبار هنا بقوا تحت، ده النسبة اتعكست. يعني دي لو كانت فوق ودي تحت كنت اقول 14 على 5. طب ما النسبة اتعكست يبقى نعملها ايه؟ 5 على 14. ويسهل ايجاد الجواب من ايه يا اولاد؟ بالآلة الحاسبة. ضع العدد المركب عين بيساوي 1 زائد جذر 3 ت على 1 زائد ت على الصورة المثلثية. ثم أثبت أن 1 زائد جذر 3 ت على 1 زائد ت أس 6 يساوي 8 ت. هي مسألة في الأعداد المركبة ولكن يعني شاملة. احنا عايزين نحط ده على الصورة المثلثية. أنا شايف هنا العدد المركب ده عبارة عن خارج اسمة عددين مركبين. 1 زائد جذر 3 ت، هنا 1 زائد ت. فأنا هفترض إن اللي في البسط ده اسمه عين واحد. اللي هو 1 زائد جذر 3 ت. إذا لم واحد اللي هو مقياس العدد المركب ده هيبقى جذر التربيع. معروف إن العدد المركب بيكتب في الصورة دي جبريا س زائد ص في ت. المقياس بتاعه لام اللي هو مقياس عين جذر س تربيع زائد ص تربيع مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي. فلما نربع الواحد هنا بواحد مربع جذر 3 بثلاثة يبقى جواب جذر 4 اللي هو 2. عايز السعة الأساسية بتاع العدد المركب ده، أقول جتا سيتا 1 بتساوي السين على اللام 1. السين بتاعتنا اللي هي الجزء الحقيقي، يعني 1 على 2. طب هنا السين اشارتها ايه يا اولاد؟ مهمة جدا الحكاية دي. سين موجبة، صاد موجبة. يبقى لو انا مثلت هذا العدد بنقطة في مستوى ارجن ده يمثل في الربع الايه؟ الاول. يبقى السيتا بكام؟ تقع في الربع الاول، حيث سيتا 1 في الربع الاول. نخلي بالنا من الاشارات، ايه من الاشارات؟ اهي سين موجبة، صاد موجبة، هنا سين سالبة، صاد موجبة، سين سالبة والصاد سالبة، هنا سين موجبة، صاد سالبة. خلي بالنا من الحكاية دي أوي. طيب يبقى سيتا واحد كده تدينا 60 درجة. نشوف المقام أسميه عين اتنين. 1 زائد ت يبقى لام 2. قلنا جذر مربع الحقيقي زي مربع التخيلي، مربع الجزء الحقيقي بواحد والجزء التخيلي بواحد يعني جذر 2. وجتا سيتا 2 السين على لام 2. السين هنا بكام اهو؟ بواحد على جذر 2. وبرضه سيتا 2 في الربع الاول. ايه الزاوية اللي جبت تمامها واحد على جذر 2؟ هي 45 درجة. طيب أنا عايز عين.
هقول له بقى عين بتساوي عين واحد على عين اثنين، يعني اثنين في جتا ستين زائد ت جا ستين على جذر اثنين جتا خمسة واربعين زائد ت جا خمسة واربعين. فاكرين بقى ازاي بنقسم المقياس على المقياس وبنطرح الساعتين؟ يبقى اتنين على جذر اتنين بجذر اتنين جتا ستين ناقص خمسة واربعين زائد ت جا ستين ناقص خمسة واربعين، يعني جذر اتنين جتا خمستاشر زائد ت جا خمستاشر. لحد كده كويس؟ في طلبة تقول يا أستاذ أنا هضرب في المرافق وهحوله إلى الشكل س زائد ص ت وهجيب برضه المقياس وهجيب السعر. ماشي، هتجد فيها مشكلة شوية إنك هتستخدم الآلة الحاسبة عشان حتة إيه؟ جتا 15 دي. لكن أنا شايف إن كده إيه؟ تبقى عملية ايه؟ سهلة. لكن ما هوش غلط ان انت تضرب في المرافق وهتطلع معاك ان شاء الله نفس الحل هيطلع معاك. طيب نشوف انا عايز مين؟ ده انا مسميه عين اهو، عايز هو عين اس 6. فاكرين بقى ليه دي موافقة؟ عين اس 6 بتساوي جذر 2 اس 6 جتا القوس ده كله اس 6، يعني 6 في 15 زائد ت جا ايه 6 في 15. كلنا بنعرف نشتغل بموافقة. يبقى هنا 2 ايه دي 8 جتا 90 زائد ت جا 90. جتا 90 بصفر، الجا 90 بواحد، واحد في ت بت، ويبقى الجواب 8 ت. وصلنا كده لمين؟ ومن الجائز قوي ان الممتحن يدمج مساله الاعداد المركبه الت مع الاوميجا، الت مع الثلاثه ص تساوي واحد ص زائد اتنين عين تساوي ثلاثه. نبدأ فيها بس الطلعة الأولى كده، ها؟ أول خطوة يا ولاد بنجيب حاجة اسمها دلتا، إيه هو دلتا؟ محدد المعاملات. معامل س هنا بواحد، معامل ص باتنين، معامل عين بتلاتة. هنا معامل س باتنين، معامل ص بتلاتة. طب مفيش عين. نحط مكانها صفر. هنا مفيش س، مكانها صفر. هنا ص معامل واحد، معامل عين اثنين، ده اسمه محدد المعاملات. بنحسب المحدد بعد كده بجيب حاجه اسمها دلتا س، ببدل معاملات س اللي هو العمود الاول بالحد المطلق 4 1 3، بقسم دلتا س على دلتا بجيب قيمه الس، وهكذا عشان اجيب دلتا ص اشيل معاملات الص العمود الثاني، وده ثابت زي ما هو وده زي ما هو، واحط مكانهم 4 1 3. بعد ما جبت دلتا ص اقسمه على قيمه دلتا يدي قيمه ص، وهكذا في العين. ولازم في اخر خطوه اكتب له مجموعه الحل عباره عن ثلاثيه مرتبه س ص عين داخل المجموع. معلش اكتب لي دلتا س، معلش اكتب دلتا س بس، دلتا س بس. دلتا س بتساوي هشيل العمود الاول ده اللي هو معاملات الس، احط مكانه 4 1 3 وده زي ما هم، وفك باي طريقه لا يتغير فك او قيمه المحدد لا تتغير بفكه عن طريق عناصر اي صف او عناصر اي عمود. ولكن هنا لما تيجي تفك
ممكن تفكها عن طريق عناصر الصف الثاني، هيوفر عليك ده، او العمود الايه التالت. الاسهل ليك هنا دلتا هيطلع يا اولاد ب 4 بعد الفك، دلتا س بعد الفك هتطلع سالب 4، ودلتا ص لو كتبناها بقى بالمره دلتا ص ادي 1 2 0، هنا 3 0 2، وهنا 4 1 3، وهيطلع دلتا ص عندك يا ابني ب 4 بالمره دلتا عين تساوي 1 2 0 2 3 1، بستبدل ده 4 1 3، وبعد الفكة تطلع بأربعة، ويبقى السين دلتا سين على دلتا، صاد دلتا صاد على دلتا، العين دلتا عين على دلتا، هي تطلع لك السين بكام؟ 4 على سالب 4 على 4 سالب 1، دلتا ص 4 على 4 بـ1، وهنا برضو 4 على 4 بـ1، ومجموعة الحل زي ما اتفقنا هو ايه؟ سالب 1 1 1. وعندك نظام في الآلة لحل 3 معادلات للتأكد، ليس حلا، مش هتحسب لك، لازم الخطوات ولازم الإجراءات الرياضية في ورقة الإجابة، ولكن علشان تبقى مطمن على مسألة وهي ب من سؤال، يعني نص سؤال، عشان تبقى مطمن وطالع من الامتحان وبتقول أنا حليت صح، اشتغل على الآلة وإن شاء الله تطلع إجابتك إيه؟ سليمة.